أهلا بكم مشاهدينا ولقاء جديد في مؤشر النيل. البورصة المصرية تغلق على انخفاض حاد، وأيضا البورصات العالمية في مجملها أغلقت اليوم على انخفاض شديد عقب قرار المركزي الأمريكي برفع سعر الفائدة مرة أخرى في مدة وجيزة، وأيضا هجوم ترامب على قرار المركزي بسبب حالة الارتباك التي سادت الأسواق العالمية اليوم وتأثر الاقتصاد الأمريكي للمرة الأولى بهذا الشكل الذي رأيناه اليوم. سنلجأ لعملية التحليل والتوضيح في هذه الحلقة لطبيعة التغيرات التي تمر بها الأسواق العالمية والسوق المصرية على أثر التراجع الحاد الذي حدث اليوم، لكن دعونا نتابع بالأرقام مع حدث، حيث هبط مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 2.48% يغلق عند مستوى 13283.31 نقطة. كذلك تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.12% نقطة، مسجلا 685.7%. كذلك خسر مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا ما نسبته 1.3% مسجلا 1718.94% عند نهاية التعاملات. موجة التراجعات امتدت لمؤشر EGX20 محدد الأوزان النسبية الذي هبط بنسبة 3.1% مسجلا نحو 12546.55 نقطة. نتحول لقائمة القطاعات النشطة في السوق اليوم، حيث كان قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك هو الأنشط وتصدر القائمة بنسبة 23.6%. تلاه قطاع العقارات بنسبة 18.94%، وجاء قطاع البنوك ثالثا بنسبة 18.11%، وجاء رابعا قطاع الاتصالات بنسبة 10.43%. بالنسبة لفئات المتعاملين داخل السوق، اتجه المستثمرون المصريون نحو الشراء واستحوذوا على نسبة 36.6% من إجمالي التعاملات. اتجه العرب نحو الشراء أيضا واستحوذوا على نسبة 11.2% من تعاملات السوق. اتجه الأجانب نحو البايع واستحوذوا على نسبة 52.2% من التعاملات. اتجه الأفراد نحو الشراء واستحوذوا على نسبة 27.49%. ومالت المؤسسات نحو البيع وحصلت على نسبة 72.5% من إجمالي التعاملات. عن الأسهم الأكثر ارتفاعاً، تصدرها سهم العبور للاستثمار العقاري بنسبة 8.58%، ثم سهم التوفيق للتأجير التمويلي بنسبة 8.46%، تلاه سهم مصر لصناعة الكيماويات بنسبة 5.8%، وحل رابعا سهم الدولية للمحاصيل الزراعية بنسبة 4.9%. أما الأسهم الأكثر انخفاضا فتصدرها سهم جلوبال تيليكوم القابضة بنسبة 10.6%، ثم سهم مطاحن شرق الدلتا بنسبة 9.3%، تلاه سهم بيلتون المالية القابضة بنسبة 8.25%، وحل رابعا سهم العربية للمحابس بنسبة 7.62%. دعونا نستطلع المزيد من التحليل قبل ندخل للتقرير الرئيسي لهذه الحلقة. معنا عبر الهاتف خبيرة أسواق المال أستاذة مارينا عزمي. أهلا بك أستاذة مارينا، مساء الخير. مساء النور، أهلا بحضرتك وبجميع مستمعينا. طبعا الانخفاض الحاد اللي حدث في البورصة على الرغم من الانخفاضات المتوالية اللي حدثت هذا الأسبوع والفترة الماضية كان نوع من أنواع التصحيح، إلا أنه جاء على أثر هذا الانخفاض العالمي اللي شمل جميع الدول تقريبا. ماذا عن الانخفاض في مصر؟ كيف كان وضعه؟ هو بداية أحب أوضح صورة. قد يكون اليوم نقدر نبرر ونقول أن جلسات أمريكا وأوروبا وأسيا اللي حصل فيهم كان هو السبب نزول النهاردة. هو ده يعني سبب معلن وواضح وقوي جدا وكافي، بس للأسف ده مش حقيقي. يعني ما نقدرش نقول ان احنا بننزل بقالنا 4 شهور بسبب ان امريكا لسه نازله امبارح، ده يعني شيء مش منطقي. عشان كده كنت بقول ان احنا بقالنا فتره في حاله الانخفاض، بس النهارده كان حاد شويه.
النهارده كان حاد، بس كان في تقريبا من 3 جلسات او 4 جلسات بنفس حده الهبوط في خلال اخر اسبوعين. وده شيء في حد ذاته انا شايفاه ايجابي. انا شايفه ان احنا وصلنا لنقطه حدة الهبوط فيها بقيت عالية جدا، وده بينبئ بنهاية التصحيح. ومعنى ان احنا دخلنا في مرحلة نهاية التصحيح اللي احنا بنمر بيها من بعد ما السوق وصل لمستوى 18000 وكسور، قارب على 18400، فبالتالي لازم يكون في هبوط بنسبة قوية علشان، او بنسميها تصحيح، علشان السوق يقدر يكمل مرة تاني فوق. ده شيء منطقي جدا. ولازم ناخد بالنا من ان السوق في معلومة قد تكون بسيطة جدا وبديهية جدا، ولكنها عادة بتغيب يعني عن المستثمرين مع حدة الهبوط او الصعود. ان لو السوق واخد اتجاه هبوطي مهما كانت الاخبار ايجابية ما بيتأثرش في السوق، بتدي جلسات صغيرة كده، ارتدادات تصحيحية صاعدة وخلاص. ولو السوق واخد اتجاه صعودي مهما كانت في أخبار سلبية ما بتأثرش في السوق، بتدي برضو جلسات. وده شفناه الحقيقة في جلسات كثيرة قبل كده، فأنا الحقيقة بأؤمن على كلامك بصحته. تمام. أستاذة مارينا، أنا أشكرك كثيرا على المداخلة وما أبديتيه من وجهة نظر معي، شكرا لك. عودة مشاهدينا للاطلاع على التقرير الخاص بهذه الحلقة وعلى أحداث السوق اليوم. إليه. عودت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها الحاد لدى إغلاق تعاملات الخميس نهاية تداولات الأسبوع، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية ما انعكس سلبا على أداء غالبية بورصات العالم. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 14.2 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 744.19 مليار جنيه، وهو أدنى مستوى له في عام بعد تداولات تجاوزت 3 مليارات جنيه تضمنت صفقة نقل ملكية الطرحين العام والخاص لإحدى الشركات بقيمة 2.1 مليار جنيه. طبعا النهاردة جت كل الأخبار أخبار سلبية، فتأثر طبعا المستثمر المصري وفي أدائه هو المستثمر العربي والأجنبي. طبعا كان في تباين في الأداء ما بين المؤسسات الأجنبية والمحلية، وتبادلت الأدوار خلال الجلسة. أول الجلسة كان في مؤشرات من قبل المؤسسات المالية الأجنبية، ولكن آخر الجلسة حول المبيعات. المصريين كانوا عاملين أول الجلسة مبيعات، بقوا في مشتريات، فهي التباين بسبب تذبذب في الأداء وبسبب عدم وضوح الرؤية في الفترة الحالية. وتراجع مؤشر البورصة الرئيس EGX30 بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 13283.31 نقطة. وانخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.12%، وامتدت موجة الهبوط إلى مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا الذي فقد 1.3%. ارتفاع السندات في امريكا ده ادى الفايده عاليه هناك، حتى الهبوط السوق الامريكي نفسه، فهو بيبقى الارتفاع في الفايده لما بتطلع في قطاعات غير الاوراق الماليه، فهو بيتجه لحاجه ثانيه هو بيسموه هوت ماني، بيستثمر في اوراق ماليه فتره، سندات فتره، عقارات فتره. فهو الفتره الجايه كان في سندات الاسعار الفايده زادت، فهو اتجه للسندات فبدا يبيع في اسواق الماليه، اسواق الناشئه. وقال بعض وسطاء بأسواق المال إن تجاوز المؤشر 30 13 ألف نقطة يعد مستوى دعم جيد لارتدادات قوية قد تصل بالمؤشر الرئيس قرب مستويات 14 ألف نقطة خلال الفترة القادمة. تراجعات جماعية وخسائر سوقية شهدتها جلسة ختام تعاملات الأسبوع، انخفاضات أرجعها بعض المراقبين إلى عوامل مختلفة. أسمى حسن، النيل. اهلا بكم من جديد، معي ضيفي وضيفكم في هذه الحلقه خبير اسواق المال الاستاذ محمد وجيه. اهلا بك يا استاذ محمد. اهلا بحضرتك. انا هنطلق للعالمي بشكل اكبر علشان نشوف وضعيه المحلي ايه. قرار الفدرالي الامريكي جاء مفاجئ اليوم ام كان محسوب، خاصه ان كان في ارتفاع؟ اي نعم، هو كان طفيف، لم يؤثر بالشكل الكبير في الفتره الماضيه على رفع سعر الفايده لدى المركز الامريكي قبل كده. القرار اللي جاء النهارده ثم هاجمه ترامب بشده، يبدو كمان لو ان السياسه الامريكيه في انفصال، وده مش حقيقي بالمره، ما بيحصلش اي حاجه اعتباطا هناك. هو المفترض انه طبعا البنوك المركزيه في اي دوله
بتبقى منفصلة عن سلطة الإدارة، وبالتالي طبيعي إن يكون في قرار من البنك المركزي هناك أو الفيدرالي برفع أو خفض سعر الفايدة دون الرجوع أو دون استشارة الإدارة الأمريكية. بس بيكون في وعي بالسياسة العامة يعني. طبعًا هو السياسة متبعة من فترة اللي هي سياسة الانكماش بيتبعها البنك المركزي، وفي نفس الوقت الإدارة بتتجه إلى سياسة توسعية أو يعني محاولة تنشيط للحركة الاقتصاد عن طريق خفض الضرائب. فهم ماشيين في خطين عكس بعض، وإن كانوا ممكن نفسرهم بأنهم خطين متوازيين عشان يقدروا يعملوا جدل في العالم كله، فيقدروا يمرروا بعض القرارات اللي تبدو أنها غريبة وفي نفس الوقت محدش يقدر يعترض عليها، بدليل أن نفس الإدارة بتعترض عليها. يعني لو قابلت هجوم في بعض الدول هذه القرارات، الإجابة بسيطة جدا، ما الإدارة نفسها ممثلة في شخص الرئيس بيعترض على السياسات دي ولكنه لا يملك نتيجة للدستور. فقصة يعني ممكن تبدو كما لو كانت يعني توزيع أدوار. كويس. طيب إيه اللي حرك الفيدرالي المركزي في هذه الفترة القصيرة يعني طبعا الأساس فيها رفع سعر البرميل البترول. هو ده اللي أثر بشكل كبير على إن هم يعملوا كده عشان ما يسحبوش الغطاء من تحت الدولار. مش عايزين الاستثمارات العالمية والتداول بالعملات يهرب من الدولار كسيد للموقف ويتجه نحو سلة من العملات الأخرى، وطبعا أشهرها دلوقتي اللي داخل بقوة بيزحم في الدولار اللي هو الإيوان الصيني. الإيوان الصيني، الصين نفسها دولة الصين وحكومة الصين ابتدت تدي تسهيلات لدول كتيرة جدا، لأنه حجم التداول التجارة البينية ما بين الصين وما بين الدول كبير قوي، يسمح بأنه الإيوان ياخد مساحة. إيه اللي يخليهم يبعتوا جزء من مدخول الصين القومي إلى الدولار؟ فبيحاولوا ان هم ينشطوا الحركه البينيه ما بين الدول. الدول اللي بتعاني من مشاكل مع الدولار زي مصر مثلا على سبيل المثال، جت في فتره البنك المركزي الصيني اتفق مع البنك المركزي المصري ان هو يحط 10 مليار يوان في مصر عشان يقدر يمول جزء من حجم التجاره البينيه وهكذا. دي سياسه من خلال ما يسمى بمبادرة طريق الحرير، بيحاولوا ان هم يوسعوها في عدد ضخم جدا من الدول. ده نظرة للاتجاه العالمي الامريكي او الاتجاه الامريكي في ادارة العملية الاقتصادية. الفترة الماضية كان فيها قرارات كثيرة جدا تخص عملية الضرائب المتبادلة ما بين الصين والولايات المتحدة الامريكية، وده اثر على الاسواق العالمية والاقتصادات العالمية بشكل كبير جدا. أنا بقول كل ده عشان أرجع للسوق المصري ودخول الأسواق الناشئة وخروج الكثير من الأموال من البورصة المصرية لصالح الأسواق الناشئة اللي بتمر بتغيرات حادة هي كمان أثر على البورصة المصرية. بس إلى أي حد كانت كل هذه المتغيرات مؤثرة على عملية التراجع الكبير جدا اللي احنا شايفينها في وضعية البورصة؟ المستثمر العالمي اللي احنا بنسميه في مصر المستثمر الأجنبي مالوش وطن. ده الوطن بتاعه هو العالم كله. السوق اللي مفتوح قدامه جميع الأسواق في العالم، ودايما بيبحث عن الفرصة الأكثر جاذبية بالنسبة له اللي تقدر تديله ربح أعلى في وقت أقل، لأن الوقت هنا بيمثل عامل مهم جدا. فانسحاب جزء كبير من الأموال في مصر نتيجة لنجاح مصر في دخولها في منطقة استقرار اقتصادي. الاستقرار الاقتصادي عظيم جدا في الاستثمار المباشر اللي هو الاستثمار في بناء مصانع، بناء مزارع، تمويل تجارة، ده استثمار مباشر. لكن في الاستثمار في البورصة الاستقرار بيعني انه المستهدف في المستقبل مش هيكون كبير قوي للدرجة زي ما بيحصل تقلبات، سواء تقلبات إيجابية أو سلبية. في التقلبات الإيجابية أو السلبية ده بيكون في مكان مهم جدا للسوق ان هو يحقق ارباح. في الهبوط الناس بتبيع الاول وبترجع تشتري وبتحقق ارباح، وفي الصعود بتشتري وبترجع بتبيع بعدها بفتره وبتحقق ارباح. لكن في الاستقرار بيبقى هامش التذبذب في الاسعار مش كبير. طيب بورصتنا في مصر حصل فيها ايه؟ بورصتنا في مصر قدرت انها تستفيد من حركه الخروج بتاعه الاموال دهيت، وساعدتها المؤسسات المصرية والأفراد في أن هم نهجوا نفس النهج وابتدوا يتجهوا ناحية البيع. فده خلقت إيه؟ خلقت فرصة جديدة للاستثمار
وخصوصا للافراد اللي بداوا عمليه البيع خلال الايام اللي فاتت والاسابيع اللي فاتت ان هم يرجعوا تاني يستردوا مراكزهم الماليه ويشتروا الاسهم اللي هم باعوها بفارق سعري مغري جدا. ممكن يزود حجم استثماراتهم في البورصه، يعني يزود عدد الاسهم اللي كانوا بيملكوها او يخلقوا حجم سيوله جانبي جنب احتفاظهم باسهمهم القديمه. فدي فرصة جيدة جدا للمشترين الأفراد، لأن المؤسسات الأجنبية راجعة والمؤسسات المصرية هترجع تتحول للشراء مرة تانية نتيجة لوصول البورصة إلى أسعار مغرية جدا. فإحنا خلصنا 30/9 و30/9 كان بنهاية ربع سنة ونهاية ميزانية في بعض الأماكن، وبالتالي كان في مهم جدا إن الناس تبيع عشان تحقق مراكز مالية. وبالتالي التصحيح اللي احنا فيه دلوقتي منطقي طبيعي وعظيم. النهاردة كان في نقطة أساسية عايزين نتكلم عنها، وهو الطروحات التي حدثت واللي هو اختيار توقيت ليها، يعني هل هو مناسب مش مناسب، تراها ازاي؟ شوفي، هو احنا دايما في السوق بنسمي السوق المال ليدنج انديكيتور او مؤشر قائد او مؤشر سابق للاحداث. وبالتالي الطروحات خدت وقت كتير وزخم كتير قوي في السوق المصري، والسوق تجاوب مع التصريحات اكتر ما دلوقتي هيتجاوب مع الحقيقه. يعني الحقيقه النهارده اللي حاصله انه ابتدت فعلا تنزل جدول زمني للطروحات وهتنزل في مواعيد محدده، والمفروض ان خلاص الناس عارفه، بس هي تأثيرها على السوق تم من فترة. وبالتالي السوق مش هيتأثر. النهاردة في أموال كتيرة قوي خاصة بالاستثمار في البورصة خارج البورصة نتيجة للبيع المكثف كان خلال الأسابيع الماضية. وبالتالي مش هيحصل تأثير سلبي جديد على السوق بأن الناس هتبيع من جديد، بالعكس. الناس هتتوقع الآتي، هتتوقع أن الطروحات هتنزل على الأقل بالسعر العادل. يعني مش هنقول أنه سعر غالي أو سعر رخيص، لكن هينزل بالسعر العادل. البورصة حاليا دلوقتي بعيدة عن الأسعار العادلة، يعني البورصة دلوقتي أقل من العادل أسهمها بكتير. من أقل من القيم الحقيقية للشركات ليها فترة طويلة كده، حتى بعد الارتفاعات ما كانتش وصلت للقيم. وبالتالي أعتقد أنه مع بداية الطرح أو ما قبل الطرح، يعني لما تقرب بس الأيام يعني بتاعت الطرح، هيبتدي الناس تتجه للشراء أولا في الأسهم اللي معلن عن طرحها، ثانيا في الأسهم الزميلة في نفس القطاعات اللي بطبيعة الحال في سهولة في المقارنة ما بينها وما بين الأسهم اللي مطروحة في الطرح. وبالتالي هتبقى أنا كمستثمر فرد أقدر أعرف تقريبا القيمة العادلة للسهم الثاني في نفس القطاع قد إيه مقارنة بالسعر المعلن للطرح. طيب إحنا هل إحنا متفقين أن موجة التصحيح دي كانت واجبة وكانت جاية، هل إحنا انتهينا من موجة التصحيح؟ شوفي حضرتك، موجة التصحيح أو أي موجة في الدنيا هي اسمها موجة ليه؟ لأنه بتبتدي صغيرة وبتكبر قوي زي كرة التلج كده، كل شوية بتاخد زخم وبتكبر بتكبر بتكبر. وبالتالي اللي حصل إيه؟ إن في استغلال للموجة دي، كل ما الموجة بتهدى الناس بتدعمها زيادة، سواء كانوا مؤسسات أجنبية أو مؤسسات محلية أو حتى أفراد المستفيدين. بالظبط، لأنه زيادة الضغط على الأسعار معناها الشراء بأسعار أكثر تنافسية. هي هتخلص امتى؟ هتخلص لما حد من ذوي الملاءه الماليه العاليه، صناديق استثمار، صناديق اجنبيه، صناديق سياديه، يدخل بقوه للشراء في يوم واحد، يقوم يحصل فرمله للهبوط لحركه الهبوط. كل الناس اللي باعت على امل انها تشتري باسعار تنافسيه، اول ما تلاقي بس المؤشر ابتدى يقلب يعلى، بس المهم انه يقلب لجلستين او ثلاثه متتاليين، لان جلسه واحده لا تكفي. نعم، احنا في انتظار ده وفي انتظار تصحيح السوق لوضعيته للافضل ان شاء الله. انا بشكرك كثيرا استاذ محمد وجيه على وجودك معانا النهارده في برنامجنا. شكرا ليك يا فندم. شكرا فندم. مشاهدينا، بدايه الاسبوع الاحد القادم مع بدايه التداولات، ايضا تحليل جديد في مؤشر النيل. شكرا لكم.